بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع، متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية، ونحن في الدرس الثاني في نواقض الوضوء المسمى أيضا بأسباب الحدث، وسماها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الأحداث. وقلنا أن من نواقض الوضوء خمسة أشياء، أحدها ما خرج من السبيلين، أي القبل والدبر، من متوضئ حي واضح معتاد، كان معتادا كان الخارج كبول وغائط، أو نادرا كدم وحصى، نجسا كهذه الأمثلة، أو طاهرا كدود، إلا المني الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الأرض فلا ينقض. وقفنا إلا المني. خلصنا دي كدود، وإن لم ينفصل فيكفي خروج رأس الدودة وإن عادت. يبقى الخارج من أحد السبيلين، القبل أو الدبر، أي خارج عند الشافعية، أي خارج، لم ينظروا لطبيعة الخارج لكن نظروا للمخرج. الشافعية نظروا في نقض الوضوء للمخرج لا للخارج، والمالكية نظروا للخارج والمخرج في آن واحد، فقالوا الخارج يكون معتادا ويكون نجسا، فإن كان نادرا حتى ولو من السبيلين لا ينتقد، فلو خرج منه دودة عند المالكية لا ينتقد لأنه طاهر وغير معتاد، ولكن ينتقد عندنا. والأحناف نظروا إلى الخارج والمخرج الاثنين سواء اتفقوا أو افترقوا. يبقى المالكية نظروا للخارج والمخرج في الاتفاق، نظروا للمخرج نفسه وللخارج إذا اتفق واستثنوا منهم النادر. الشافعية نظروا لمكان الخروج فقط اللي هو السبيلين، أي حاجة تخرج منه، أي حاجة مش دعوة، نجسة طاهرة معتادة غير معتادة نادرة، مالناش دعوة، أي حاجة تخرج. يا رب حطيت لبوسة وجيت اتوضيت بصيت لقيت اللبوسة خرجت، برضو انتقد الوضوء. خدت بالك؟ كل ده بيبقى مطلقا. الأحناف نظروا للخارج على حدة وللمخرج على حدة، فقالوا أي نجس يخرج من أي موضع ينقل الوضوء ولو غير السبيلين. وعشان كده عندهم لما واحد يتجرح وينزف فالدم نجس، خرج من الجلد انتقل الوضوء، والجلد مش مخرج، واخد بالك ازاي؟ القيء عندهم نجس، خرج من الفم ينقل الوضوء، لأنهم نظروا للخارج لو كان نجسا خروجه مطلقا من أي موضع من الجسم ينقض الوضوء، من أي موضع من الجسم. ونظروا أيضا لمكان الخروج نفسه، وأي شيء يخرج من السبيلين ينقض أيضا عنده. يبقى اتفقوا مع الشافعية في أن أي شيء يخرج من السبيلين ينقض، واختلفوا عن الشافعية في خروج النجس من غير السبيلين، فقالوا ينقض والشافعية قالوا لا ينقض. واضح؟ يبقى القيء عندنا لا ينقض الوضوء عندنا، مع انه خروج نجس من الفم، لكن ينقض عند الاحناف ويبطل الصوم عندهم ايضا سواء غلبه او تعمد. الشافعية قالوا القيء يبطل الصوم ان تعمده فقط، اما اذا ذرعه القيء فلا يبطل صومه. يبقى الاحناف في مسألة الخارج والمخرج هم اشد المذاهب، اشد المذاهب.
لان عندنا مثلا الجرح ما ينقضش الوضوء عند الشافعي، وهو خروج دم نجس من الجسم، او مثلا الرعاف اللي هو خروج دم من الانف لا ينقض عندنا وينقض عند الاحناف، خروج دم من اللثه او قاء قيئا دمويا او قاء قيئا غير دموي، اي قيء ينقض عندهم وهكذا، لكن عند الشافعي ما ينقضش. ده التفصيل. الشافعية استثنوا حاجة واحدة من الخارج من السبيلين لا تنقض الوضوء عندهم إلا المني، قالوا المني ده ما ينقضش الوضوء بالرغم أنه طاهر عندنا، ما احنا قايلين أنه الطاهر لو خرج من السبيلين ينقض، مش كده برضو؟ لكن هم استثنوا المني، قالوا ما ينقضش الوضوء إلا المني من الشخص نفسه الخارج منه أول مرة. قال لك المني من الشخص نفسه ليه؟ لأن لو جامع رجل امرأته فخرج منها المني من فرجها بعد الجماع، فالمني ده مش منيها، مش ليس بمنيها، فيبقى ده مش مني الشخص نفسه. يبقى علشان نقول انه لا ينقض خروجه منها ينقض وضوءه، خروجه منها ينقض وضوءه، بل يبطل غسله لأن اختلط بمنيه، وقد خرج المنية بعد الغسل مرة تانية فتغتسل مرتين. هناخدها بباب الغسل. لكن لو خرج من المني من الإنسان الممكن مقعده من الأرض كأنما ممكن مقعده من الأرض، والنوم بهذه الكيفية لا ينقض الوضوء، فاحتلم على هذه الكيفية فخرج منه المني، لا ينتقض وضوءه ويجب عليه الغسل. الشافعية فرقوا بين المسألة. إلا المني، هي على أي حال الصورة دي مش مهم تاخد بيها في مذهب الشافعي لأنها صورة نادرة، صورة نادرة، لكن تحاول تفهمها، لكنها صورة نادرة، ولو حصلت قوم اغتسل وتوضى مع الغسل وخلاص والحكاية سهلة، لكن هي صورة عايز يعلمك الملكة الفقهية فقط. إلا المني أي مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة، ومثله الولد الجاف على المعتمد. إحنا قايلين إن الولادة موجبة للغسل حتى ولو لم يخرج معها دم، الولادة في ستات تولد وما يبقاش عندها نفاس فتولد وتقوم تغتسل وتصلي، ستنا فاطمة الزهراء كده كده، عشان كده سموها الزهراء. فيبقى قالوا ليه الولد خروجه من المرأة يوجب الغسل؟ قالوا لأنه مني منعقد. الولد ده عبارة عن مني منعقد، فكأنه خرج منها مني، وخروج المني يوجب الغسل، مش كده برضو؟ فقالوا عشان كده الولادة في حد ذاتها موجبة للغسل. ومثله الولد الجاف على المعتمد، فالولد الجاف ده لما يخرج منها ده في منيها، ما هو منيها مع مني الرجل عمل الولد، مش كده؟ ومثله الولد الجاف على المعتمد لأن الولادة موجبة للغسل. على المعتمد دليل إن في خلاف في المذهب، لأن في خلاف نظر إن الولد ده جزء منه منيها وجزء منه مني غيرها، وإحنا متفقين إن مني غيرها لما يخرج ينقض وضوءها بل يوجب غسلها أيضا. خدت بالك ازاي؟ يجب الغسل لو مني غيرها متمحد ينقض وضوءها، لكن لو اختلط بمنيها يجب الغسل مرة اخرى. فهمت ازاي؟ لكن لو كان مني زوجها متمحدا زي الوقت بيعملوا ايه؟ بيعملوا تلقيح خارجي عند الدكتور، ياخدوا مني الرجل ويخصبوا بيه البويضة في الانبوبة، وبعد كم يوم يتفقوا مع الزوجة تيجي يكون محضر الرحم بطريقة معينة وأدوية معينة، ويروح مدخل هذا داخل الرحم، واخد بال حضرتك؟ إذا خرج منها تاني سقطت، يعني خرج منها تاني، يفرض وهي ماشية في السكة وقع منها اللي حطوه ده، يبقى كأنه جزء من منيها مع جزء من مني زوجها، يبقى وجب الغسل. فهمت ازاي؟ والولد، ومثله الولد الجاف على المعتمد، الجاف يعني اللي خارج من غير سوائل حواليه،
وده احتمال نادر ان عيل ينزل من غير ميه حواليه، لان خروج الماء ده في حد ذاته مبطل للوضوء. هو عايز يجيب لك صوره ان المني خرج لوحده، مفيش حاجه معاه، واضح؟ ومثله الولد الجاف على المعتمد، لان الولاده موجبه للغسل فلا تجب الوضوء، ومعنى كونه جافا انه خرج منها بلا بلل. ولو القت بعضه ولو جافا نقض، ولو القت بعضه ولو جافا، يعني خرج جزء منه فضل مدلدل منه، ما طلعش ما انفصلش، واخد بالك؟ ولو جافا انتقد. وخرج بقولنا مني الشخص نفسه مني غيره، كأن جامعه إنسان في دبره، فإن اغتسل وتوضأ ثم خرج ذلك المني من دبره نقض، نقض الوضوء يعني. وبقولنا الخارج منه أول مرة، ما إذا خرج منه ثانيا، كأن خرج منه المني فأعاده في ذكره ثم توضأ فخرج منه ثانيا فإنه ينقض. يبقى المني الذي لا ينقض خروج الوضوء ويوجب الغسل فقط عند الشافعية، والمني اللي خارج بتدفق بغير جماع ولا مباشرة متمحض في حال نومه ممكن مقعده من الأرض، هي دي بس الصورة، غير كده بقى يبقى ينقض، غير الصورة يبقى خلاص هيبقى ينقض، واضح؟ هم قالوا كده، قالوا ان المنية اصلا ده طاهر، شيء طاهر، وانه لما بيخرج صحيح وبيخرج من المخرج. على فكرة انا يعني ايه مش مستريح ليها في مذهب الشافعي، بالرغم ان انا شافعي بقالي اكتر من 25 سنة، لكن احنا بندرسها لان ده رأي المذهب الوحيد اللي قال كده الشافعي، ما حدش قال غيرهم في الصورة دي. وعايزين نبحث ليه يعني تمخض فكر الامام الشافعي، لأن الإمام الشافعي إنسان عنده عقلية فذة في الفقه. ليه قال كده؟ أكيد عنده مسوغ. عايزين نبحث فيه. أنا ما فضلتش أبحث فيه الحقيقة في الحتة دي. لكن أنا من حيث العمل بنصحك تاخد ببقية المذاهب في المسألة دي. خلاص انتقد الوضوء والغسل وخلصت. سهلة. وهي نادرة. لكن إحنا من باب بقى العلم والتنقيب عايزين نعرف يعني هو الإمام الشافعي استقاها منين؟ وأئمة المذهب استقوها منين؟ وأدلتهم. ممكن نرجع لها في المجموع، نجد الامام النووي يمكن موسع فيه، نبقى نرجع لها مرة عشان نشوف الدليل نفسه. لا لا خلاص، ما ده خلاص، ما هو منقوض وضوءه اصلا بالامساك. لا لا لا، ده وادي، ده اسمه وادي، طالما بغير تدفق يبقى لا يوجب الغسل، اسمه وادي برضه في الشرع، اسمه وادي. المني علشان يبقى مني في الشرع لازم يخرج بتدفق مصحوب بلذة مع انتصاب الذكر بالشروط دي، عشان يبقى اسمه من يوجب الغسل، فهمت ازاي؟ غير كده بقى ما لهمش دعوة، ما يسموهش من. وقوله الخارج باحتلام ليس قيدا، بل كذلك إذا نظر فأمن أو تفكر فأمن، وإنما خص الاحتلام بالذكر لأنه الغالب والحاصل أن الذي يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء ستة نظمها بعضهم في قوله الذي يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء ستة، نظموها في شعر كده، قالوا إن الوضوء مع الجنابة يتفق في ستة أخبارها لا تدحض، نظر وفكر ثم نوم ممكن علاجه في خرقة هي تقبض. يعني لو نظر فأمن يبقى وجب الغسل ولا ينتقد وضوء، واضح؟ وجب الغسل ما يصليش. طيب هي هم رأيهم كده، وجب الغسل هيصلي ازاي وهو واجب عليه الغسل؟ وجب الغسل لكن لا يتوضأ. نظر، هدي لك صورة هينبني عليها عمل. إن كان الماء غير موجود وهو متوضأ وحصل له الحكاية دي، على مذهب الشافعية يتيمم عن الغسل ويصلي بالوضوء الاول. شوف قد ايه، فدي صوره بس، صور نادره. يبقى نظر وفكر ثم نوم ممكن علاجه في خرقه هي تقبض، لو ادخل ذكره في خرقه فامن فيها، كل الحاجات دي صور لايه؟ لان يخرج منه المني
بطريقة ما تنقضش وضوء، واخد بالك؟ وكذاك في ذكر وفرج بهيمة، ست أتت في روضة لا تنقض. يعني لو أو لا لو حصل وأتى بهيمة، كل ده حرام. أنا عارف الفقيه ما بيدورش على حرام ولا حلال، الفقيه بيدور على ينقض الوضوء ولا يبطل الغسل، مش بيدور بقى ان كده حلال ولا حرام. خدت بالك نظر الفقيه كده؟ معلش، بس هو عمل كده، فيعمل ايه؟ جات للفقيه، الفقيه يعمل ايه الحل؟ ما هو لازم يكون ليها حل عنده في ذهنه، فعشان كده الفقيه يفترض كل الافتراضات اللي ممكنه علشان ليه؟ علشان يدي لك ليها حكم فقه. هل ليها رجعه ولا نقتله؟ ده واحد عمل، اقتله ولا اقول له لا ليك حل؟ فهمت ازاي؟ ادي شغل الفقيه. وزيد المحرم والصغير ونظمها بعضهم في بيت فقال: وكذاك وطء صغيرة او محرم، هذه ثمان نقضها لا يعرض. لان لمس المحرم ما ينقضش الوضوء، فلو وطئ محرم، واخد بالك، يبقى انتقض وضوء، وجب غسله بالإيلاج وإخراج وخروج المني، ولم ينتقد وضوءه باللمس لأن ده محرم. هتقول لي حرام؟ أيوه، ما هو أنا عارف إنه حرام، والفقيه اللي كاتب كده عارف إنه حرام، بل من أشد الحرام، لكن هو بيحل لك المشكلة كحكم فقه، كمسألة فقهية. والصغيرة، لمس الصغيرة ما ينقضش الوضوء، فلو وطئ صغيرة وخرج منه المني يبقى هنا وجب الغسل ولا ينتقد الوضوء، لأن لمس الصغيرة أصلا لا ينقض الوضوء. ها؟ ولو بشهوة عندنا، طالما هي لا تشتهي، هي لا صغيرة، عندها 3 شهور 6 شهور، إيه دي؟ حتة لحمة كده، فهمت إزاي؟ خلاص، فينقضش الوضوء بلمسها. من متوضئ ممكن مقعده، بخلاف ما إذا كان غير ممكن، فإن وضوءه ينتقد بالنوم أصلا مش بالمني بقى. وعلى كل حال فالمني غير ناقض، فالتقييد بذلك تصوير لبقاء الوضوء مع خروج المني لا لكونه غير ناقض، فلا ينقض لأنه أوجب الغسل، فلما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه. أو ده دليلهم بقى من حيث الدليل العقلي، هم جابوه أصلا بدليل عقلي. فلما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، وهو خصوص كونه منيا، فلا يوجب أدونهما بعمومه، وهو عموم كونه خارجا، كزنا المحصن. أسوها على إيه؟ زنا المحصن. فإنه لما أوجب أعظم الأمرين، وهو الرجم بخصوصه، وهو خصوص كونه زنا المحصن، فلا يوجب أدونهما وهو الجلد، يعني المحصن بنرجمه لحد ما يموت، بنرجمه ونجلده ولا بنرجمه بس؟ لأنه أوجب الأكثر فلا يوجب الأقل، فقال لك كده أن خروج المنية أوجب الأكثر فلا يوجب الأقل قياسا عليه، وإنما أوجبه الحيض والنفاس، يعني أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل، لأنهما يمنعان من صحة الوضوء إذا طرأ عليهما فلا يجامعانه. قال لك والحيض والنفاس ينقض الوضوء ويوجب الغسل، قال لك لأن لو دخلوا في أثناء الوضوء الحيض والنفاس نقض الوضوء أيضا، انتقض الوضوء أيضا مع إيجابهما الغسل، لأنهما يمنعان من صحة الوضوء إذا طرأ عليهما فلا يجامعانه إذا طرأ عليه، بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه. يبقى خروج المني في صورة سلس المني يعتبروا لا ينقض الوضوء، سلس المني يعني واحد المني بيخرج منه بلا تدفق كده، ما عندوش تحكم فيه، ده اسمه سلس مني، يبقى لا ينتقد وضوء اللي عنده سلس المني. والمشكل محترز الواضح المتقدم في كلامه وقوله بالخارج فلا ينقض، والمشكل إنما ينتقد وضوء بالخارج من فرجيه جميعا. المشكل اللي هو خنثى، يعني عنده آلة الذكر وآلة الأنثى في آن واحد، في بني آدم واحد، ليس مو المشكل. محترز الواضح المتقدم في كلامه وقوله بالخارج
واضح يعني واضح الذكورة أو واضح الأنوثة، فأي حاجة تخرج من الواضح ده من السبيلين ينقض. لكن لما يبقى مشكل يبقى لازم يخرج من الاثنين علشان نحكم بالنقض. فلو خرج من فرجيه جميعا يبقى خلاص، فإن خرج من أحدهما فلا ينتقد وضوءه، لأن احنا مش عارفين إن الخارج ده هل ده الفرج ده عامل ولا مش عامل، ما يمكن الفرج ده يطلع اللي خارج منه ده شوية إفرازات زي العرق والعرق ما ينقطش. وهذا في المشكل الذي له آلة الرجال وآلة النساء، فإن كان له ثقبة لا تشبه آلة الرجال ولا آلة النساء نقد الخارج منها كالثقبة المنفتحة في أي موضع من البدن، زي ما يعملوا فتحة تحويل مجرى بول تحويل مجرى براز بعد بعض العمليات الجراحية على ثقب في البطن، يبقى بينتقد الوضوء هنا بالخارج إن كان أسفل السرة مع انغلاق المعتاد. احنا قلناها قبل كده، إذا كان منغلق المعتاد يعني ما بيخرجش أصلا بول من المكان الطبيعي وأصبح كله بيخرج من البطن والفتحة دي، يبقى في الحالة دي ينتقد الوضوء. طيب إذا كانت الفتحة دي موجودة أسفل السرة، يسموها أسفل البطن يقصدوا بها السرة الفقهاء، إذا كانت أسفل السرة مع انفتاح المعتاد فالخارج لا ينقض، مع انغلاق المعتاد ينقض سواء كانت فوق السرة أو تحت السرة أو بمحاذته. سهلة كل ده علشان نعرف حكم اللي بيتعمل له تحويل مجرى بول أو تحويل مجرى براز ويركب كيس في بطنه بعد بعض العمليات، يعرف إزاي إيه الحكم، وهو بيبقى دائم حدث، بيبقى إنسان دائم حدث بينوي الوضوء بنية استباحة الصلاة لا رفع الحدث بعد دخول الوقت، يصلي بهذا الوضوء فرد واحد وما شاء من النوافل، ثم بعد ذلك يتوضأ لكل فرد، وما ينفعش يتوضأ قبل دخول الوقت، لازم بعد دخول الوقت، ويعجل بعد الوضوء بصلاة الفريضة يفصل بينها فقط بقدر صلاة السنة القبلية أو انتظار الجماعة، أطول من هذا نقول له لا عيد الوضوء لأن الضرورة تقدر بقدره. فإن كان له ثقبة لا تشبه آلة الرجال ولا آلة النساء نقض الخارج منها كالثقبة المنفتحة في أي موضع من البدن، فيما إذا كان الفرج منسدا انسدادا أصليا أو من تحت المعدة، فيما إذا كان منسدا انسدادا عارضا، والمراد بالمعدة هنا السرة، وإن كانت في اللغة والطب مستقر الطعام من المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة. يعني ولك المعدة عند الأطباء غير المعدة عند الفقهاء، المعدة عند الفقهاء يصدوا بها السرة، لكن عند الأطباء هي مستودع الطعام اللي الإنسان بيأكل فيه. والثاني أي من نواقض الوضوء، يبقى أول حاجة الخارج من السبيلين عشان التفاصيل ما تنسكش، أي شيء يخرج من السبيلين من الإنسان سواء كان ريح أو كان مائع أو كان صلبا، سواء كان نجسا سواء كان طاهرا سواء كان معتادا سواء كان نادرا، أي صورة أي حاجة تخرج ينقض الوضوء عند الشافعية بهذا الخارج. تاني حاجة من نواقض الوضوء عندنا النوم على غير هيئة المتمكن، يبقى النوم مطلقا كده ما ينقضش الوضوء، النوم في حد ذاته كده كناقض للوضوء من عدمه فيه ما يقلش عن 8 مذاهب للمسلمين، من اول يقول لك النوم لا ينقض مطلقا حتى لو نمت لحد الصبح باي وضع زي مذهب ابي ثور، الى مذهب اخر يقول لك النوم ينقض مطلقا على اي وضع ولو ممكن مقعدك من الارض، الى تفاصيل كثيرة بقى، بعضهم يقول لك ينقض بنوم بطريقة معينة بكيفية معينة بهيئة معينة، والشافعية اختاروا الكيفية في النوم التي لا تنقض الوضوء وما عداها ينقض ان يكون ممكن مقعده من الارض، فاذا كان ممكن مقعده من الارض اثناء نومه لا ينتقد وضوء عند الشافعية، فاستثنوا هذه الصورة لان الصحابة كانت تجلس تنتظر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتخفق رؤوسهم يعني يناموا وهم قاعدين فيقيم الصلاة فيقوموا يصلوا، فاستدل الشافعية على ان النوم على هذه الكيفية وعلى هذه الهيئة لا ينقض الوضوء. والثاني اي من نواقض الوضوء النوم اي يقينا، لازم يبقى متأكد انه نام اول حاجة، فلو شك هل نام او نعس فلا نقض،
ومن علامات النوم ايه؟ الرؤية. يعني نام وحلم. طب ما خلاص نمت بقى، ده انت حلمت. هتقول لي اصل انا شاكك، يا ترى نمت ولا لا، بس انا شفت نفسي في المنام. طب ما انت خلاص طالما حلمت يبقى نمت. دي علامة النوم العميق يعني، الرؤية. ومن علامات النعاس، والنعاس الذي لا ينقض، سماع كلام الناس حتى ولو مش متبينه. طول ما انت مغمض عينك كده ونايم حتى ولو على ظهرك، لكن سامع الدوشة اللي حواليك والكلام، والباب اتفتح والتليفون رن وفلان دخل وفلان عمل، لكن مختلطة الأصوات مش مميزها، تبقى ده نعاس ما ينقضش الوضوء. لو ابتدى بقى ايه مش سامع الكلام ده بقى نوقع عميق، خدت بالك؟ ومن علامات النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه. وعرفوا النوم بأنه زوال الشعور من القلب مع استرخاء أعصاب الدماغ بسبب الأبخرة الصاعدة من الجوف. ولو نام غير متمكن وأخبره معصوم بأنه لم يخرج منه شيء وجب عليه الوضوء. على هذه الحالة، لأن النوم على هذه الحالة ناقض، فإنه مظن لخروج شيء منه. يعني لو نام وفي معصوم، يعني في أكثر من معصوم، نبي يعني، والمعصوم يعني نبي، يعني قالوا النبي في الرؤية وهو نايم، قال له قوم صلي وضوءك ما تنقضش، قوم. ده شاف النبي، ده النبي شافه، الله يا بخته ده، وقال له قوم، ايه اللي منيمك كده، قوم، ده الفجر ده، نقوم صلي، انت ما تنقضش وضوءك، قوم صلي حتى ما تتوضاش. شوف المعصوم قال له كده، يقوم برضه يتوضى. ليه؟ لان قد يكون هناك خلل في ضبط الرأي لا في صدق الرؤية. قد يكون خلل في ضبط الرأي لا في صدق الرؤية. الرأي نفسه يختل الامور عنده، تختلط عليه الامور، فهمت ازاي؟ وعلشان كده يكون الخلل في الرأي لا في الرؤية، فهمت المسألة؟ فيبقى يقوم يتوضى. يبقى حتى ولو اخبره معصوم وهو نايم نوم كامل وقال له ما خرجش منك حاجة، قوم صلي ما يهمكش، نقول له لا، وجب عليه الوضوء. ليه؟ لأن النوم على هذه الحالة يعني وهو مستلقي ناقد، فإنه مظن لخروج شيء منه. ونزلوا المظن منزلة المئنة، يعني النوم مظنة خروج الحدث، لكنه في ذاته مش حدث، هو إنه يظن غالبا. إن الإنسان لما بينام عضلاته كلها بترتخي، وبالتالي ممكن يخرج منه الريح وهو مش واخد باله، مش كده؟ يعني ده مظنة، فصار النوم مظنة خروج الحدث وليس هو حدث بذاته. فأنزلوا المظنة منزلة المئنة، يعني التأكيد، فجعلوا المظنة هي حدث نفسه، فهمت ازاي؟ احتياطا، تنزيل المظنة منزلة المئنة. واحنا عارفين ان إن دي حرف توكيد ونصب، مش كده برضو؟ فالمئنة يعني ايه؟ يعني التوكيد. ونزلوا المظنة منزلة المئنة وإن كان يجب عليه تصديق المعصوم. يبقى يجب عليه تصديق المعصوم إلا قال له، لكن برضه في نفس الوقت يجب عليه ايه؟ يتوضى. ليه؟ لأن الخلل قد يكون في ضبط الرأي لا في كلام المعصوم. ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينتقد وضوءه، لا ينتقد وضوءه بنومه، ومثله بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم لا يستغرقون في نومهم، كما يشهد له حديث نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. يبقى مستثنى من النوم كناقض للوضوء الأنبياء، نوم الأنبياء. وقوله على غير هيئة المتمكن، أما إذا نام على هيئة المتمكن فلا ينتقد وضوءه، فلا ينتقد وضوءه ولو كان مستندا لما لولاه لسقط لأمن خروج شيء من دبره حينئذ. يعني بيقول لك طب افرض نام على هيئة المتمكن بس ساند نفسه ظهره كده على جدار او مسند، بحيث لو شلنا المسند ده هيقع، برضه ما ينتقدش، لان العبرة
لتمكين المقعدة من الايه؟ من الارض. ولو كان مستندا لما لولاه لسقط لامن خروج شيء من دبره حينئذ، ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله وان اعتاده. قال لك طب ما القبل، القبل هو مش مسنود بحاجة، طب ما يمكن يخرج منه ريح. هل ممكن يخرج ريح من القبل؟ بعض الامراض بيحصل ان ساعات يخرج ريح من القبل في بعض الامراض. لو هو عارف كده انه بيخرج منه ريح في القبل واعتاده، برضو النوم على هذه الهيئة ما ينقضش الوضوء، لان ده نادر والنادر لا حكم له. واضح؟ ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله وان اعتاده، لان شأنه الندرة. ولو اخبره معصوم او عدد التواتر بانه خرج منه شيء حال تمكنه انتقض وضوء لتيكن الخروج حينئذ. طيب ولو اخبره معصوم بقى ان خرج ناقد منه وهو نايم على متمكن مقعده، يبقى انتقض. طيب او عدد متواتر، عدد متواتر يعني يستحيل يكونوا اللي قاعدين كل دول سمعوا صوت طالع منه. يا ابني انت كنت نايم وكلنا سمعنا صوت وشمينا ريحه كمان، واخد بالك؟ مش قاعد واحد بس، ما هو واحد بس يقول له ما يمكن انت اللي عملته وبتتهم فيا، انا مالي؟ فواحد مالوش دعوه بيه، لكن لما يبقى عدد كبير يبقى اكيد. في الصور دي يستحب له على فكره الوضوء حتى ولو واحد، يستحب لكن لا يجب. لكن لما يبقى متواتر يجب، متواتر يعني عدد يستحيل ان الكل بيكذب عليه. أو معصوم، لأن المعصوم ما يخطئش. بخلاف ما لو أخبره عدل بذلك فإنه لا ينتقد، لأن خبره إنما يفيد الظن، ويقين الطهارة أقوى فيستصحب كما قاله الرملي، لأن اليقين لا يزول بالشك، وخبر الواحد ده يفيد الظن، والظن عندنا ما زال اقل من اليقين. وانا متاكد ان انا نايم ممكن مقعدي، ومتاكد ان انا نايم متوضئ، خدت بالك؟ واليقين لا يزول بالشك، ده كلام الامام الرملي استصحابا للاصل، خلافا لابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي قال لا، ده خبر الواحد بيخلينا نصوم رمضان. ده لو واحد من الامه بس قال انا شفت الهلال نقول بكره رمضان، قال شفت الهلال نقول بكره العيد، الله، مش هنصدقه بقى في وضوء واحد؟ فهمت ازاي؟ ده كلام الامام ابن حجر الايتام. فعلشان كده ابن حجر الايتام قال لا، حتى لو واحد بس بشرط يبقى عادل، مش واحد مهرج بيهزر معاه بيغلس عليه عايز يقوم يتوضى والدنيا برد، لا، يكون واحد عنده عداله، عادل. عادل يعني دين، يعني ما يكذبش، يعني ما يهزرش في حاجه زي دي، واخد بالك؟ ودخل في ذلك ما لو نام محتبيا. طب لو نام محتبي يعني نام حاضن رجليه كده، زي ما بتقعد تسمع الخطبه وتنام وماسك رجليك كده كل جمعه، بشوفك انا، واخد بالك؟ دي اسمها نوم المحتبي. طب ما انت اصلك عايز تقوم بعد الخطبه تصلي، فالنومه دي ما تنقضش الوضوء، قوم صلي ما يهمكش، خدت بالك؟ قوم صلي ما يهمكش، اصل في خطباء كده ينيموا، معلش ما يجراش حاجه، بيعالجوا الارق احسن من الاقراص، يعني برضه كلها فايدة. ودخل في ذلك ما لو نام محتبيا، يعني ايه؟ رافع رجليه كده وحاضنهم بايده كده ونام كده، ده اسمه محتبي، لان برضه في الحالة دي ممكن مقعده من الارض. ولا فرق بين النحيف وغيره. ليه خلاهم يفكروا في النحيف؟ قال لك اصل النحيف ده ما عندوش لحم كتير، فهتلاقي يا دوب عظمتين كده والدبر بتاعه فوق مش لامس الارض، فهمت ازاي؟ النحيف كده، فلما يجي يقعد كده، طب ما هو برضه الدنيا على البحر. فقال لك لا، مفيش فرق. لا، إيه ليه؟ لان برضه قعده الارض دي مع لمسه العضلات بتقويها، تقوم تخليها ما عندهاش قدره على الانفراد حتى ولو كان نحيف. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بيقول ايه؟ العينان وكاء الدبر، وكاء السهي. العينان وكاء السهي، السهي اللي هو الدبر.
السهي اللي هو الاست، يعني الوكاء اللي هو الرباط، طول ما عينك مفنجله طول ما الدبر ده مربوط كده، اول ما العين تنام انفك الوكاء، يعدي اللي عايز يعدي بقى، بقيت على البحر. حديث عجيب من الاحاديث النبيه اللي هي ايه، فيها اعجاز علمي. الاعجاز العلمي ده معروف يعني، بيتكلم فيه ناس كتير. ليه؟ لان الواحد طول ما هو صاحي منتبه، في اشارات بتنبه العضلات القابضه في الجسم نازله في الحبل الشوكي، اشارات من المخ في الحبل الشوكي، يروح على الاعصاب، يروح على العضلات القابضه، قافلها طول ما انت عينك مفنجله فتره. اول ما تنام التنبيه اللي جاي من فوق ده يختفي او يقل على حسب درجات النوم. تقل ايه؟ التنبيه للعضله القابضه، تقوم العضله القابضه ترتخي 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 لحد ما ترتخي خالص وتنام. خدت بالك؟ المعلومات دي ما عرفوهاش الا من 150 سنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها من 1425 سنه. امه اميه لا تقرا ولا تكتب، ولا عندهم معامل ولا ابحاث ولا اجهزه ولا حاجه. اكبر دليل على انه نبي يوحى اليه صلى الله عليه وسلم. دي من معجزات النبي في ايه؟ في السنه، لان سنه النبي فيها معجزات الى يومنا هذا. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ها؟ العينان وكاء السهي. السهي الف لام سين ه مكسوره. وكاء يعني رباط. وغيره كما صرح به في الروضة وغيرهم. ودخل في ذلك ما لو نام محتبيا ولا فرق بين النحيف وغيره كما صرح به في الروضة وغيرها. الروضة روضة الطالبين الإمام النووي. نعم إن كان بين مقعده ومقره تجاف انتقد وضوءه ما لم يحش بنحو قطن. يعني افرض ان هو قاعد على إليا واحدة، واخد بالك؟ زي ما واحد يبقى قاعد على كرسي على إليا واحدة كده في القطر والدنيا زحمة، وبعدين نام. فالحتة دي الدبر بتاعه هو عامل زي البتاعة دي لسه على الهوا، يبقى ينتقد وضوءه. لو جاب شنطة السفر وحجزها كده وسند بيها إليته التانية عشان رجله هتنمل من القعدة دي، ده مسافر الصعيد هيقعد كده ست ساعات، فراح جاب سنة السفر حجز بيها كده كده وراح قاعد، راح سند الاثنين، يبقى حشاها قطن اهو، بدل القطن هنا الشنطه. فهمت ازاي؟ يبقى لا ينتقد. واضح؟ كل دي صور بتقابلك على فكره، كل دي بتصور بتقابلك في مواقف كثيره، فلازم الواحد ياخد باله. وانت مسافر وانت رايح وانت عامل وبتبقى مرهق، ومجرد تقعد تنام وتعمل وعايز تقوم تصلي، وقد تنزل في استراحه ما فيهاش ميه وانت كنت متوضي، يا ترى صلي ولا تيمم ولا اشتري ميه واعمل ايه؟ كل الحاجات دي بتقابلك، فما تفتكرش انها حاجات قليلة، دي مهمة. او تقابل اللي معاك، تقوم تحل مشكلة انسان مسلم معاك. نعم ان كان بين مقعده ومقره تجاف انتقد، يعني لو كان بين المقعد بتاعه والتجاف يعني مسافة، انتقد وضوءه. يعني مثلا قاعد على ارض بس تحت حفر، بلاش حكايه القطر دي، قاعد على ارض والحته اللي تحتيه حفر، فهمت ازاي؟ صغيره كده، يبقى في تجاف، لازم يسد الحفره لحد ما توصل للقشط بتاعه، عشان ساعتها لما ينام يبقى ما ينتقدش وضوءه. لكن لو نام كده يبقى كانه قاعد على القصريه، صح؟ يبقى ما ينفعش، يبقى مش ممكن مقعد، مع انه قاعد مربع بس مش ممكن مقعد. واضح؟ ما لم يحش بنحو قطن، ولو زالت احدى اليه عن مقره فان كان قبل انتباهه يقينا انتقد وضوء، والا فلا. هو نايم كده قاعد مربع، وبعدين بعد كده عارف الناس يقول لك فقر يعني مال كده، فهو بيميل كده اترفعت احدى اليه، اذا انتبه مع الرفعه دي ما تنقضش وضوءه. طب افرض اتقلب كده وما انتبهش، انتقد وضوء. واضح؟
سهلة، آيات كلها صور سهلة. فإن كان قبل انتباهه يقينا انتقد، يعني لو اتقلب كده قبل انتباهه يقينا يبقى انتقد وضوء، وإلا فلا، يعني لو شك يا ترى انتبهت قبل ما تقلب ولا ما انتبهت الشاكك يبقى برضو ما تنقطش، لكن يفضل انه يتوضى، يستحب انه يتوضى لكن لا يجب. واضح؟ ويسن إن نام ممكنا متمكنا الوضوء، يسن لو نام متمكن الوضوء، خلافا لمن قال أن النوم مطلقا ناقد، وإحنا عارفين أن الخروج من الخلاف مستحب، يبقى يسن حتى لممكن مقعده من الأرض إن نام أنهم يتوضأ حتى تكون صلاته صحيحة على كل مذاهب المسلمين، لكن لو صلى صلاته صحيحة على مذهبنا أيوه، هتبقى نيته، احنا عايزين نية جازمة عشان الخروج من الخلاف، نية جازمة يعني ايه؟ بيقول بسم الله نويت فرض الوضوء لاستباحة الصلاة ورفع الحدث، يا دي نية بقى ايه، ما تخرش المية تخش فيها في الحديد، تخش فيها البيت الابيض ولا يجرى لك حاجة. ليه؟ لانها قفلتها، خدت بالك؟ ويسن إن نام متمكنا الوضوء خروجا من الخلاف، ولو نام متمكنا في الصلاة لم يضر. افرض قاعد بيصلي وهو قاعد طبيعته كده لأنه رجليه تعباه مفصله تعباه، أو مثلا بيقرأ التشهد وهو قاعد ممكن مقعده من الأرض، فالرجل الخطيب طول واخد بالك وهو قاعد، وبعدين ما ينتقدش وضوء خلاص. نعم إن كان في ركن قصير وطال بطلت صلاته كما قال الرملي في مبطلات الصلاة، يعني لا ينقل الوضوء لكن تبطل صلاته لنومه لو كان في ركن قصير فطال. أنا مثلا حصلت لي مرة، كنت رايح أعمل عمرة في رمضان، وبعدين وصلنا قبل الفجر فقلنا نعمل العمرة، لا كان قبل صلاة العشاء، فقلنا نعمل العمرة عشان نلحق نصلي التراويح، ما الواحد طماع عايز يعمل كل حاجة، واحنا كان بقالنا يومين ما نمناش، فعايزين بقى نعمل العمرة ونخلص علشان كمان نصلي التراويح، وبعدين بعد كده نقعد نريح ساعتين ونقوم نلحق التهجد، كان في العصر الأواخر، كل ده طمعانين في الدنيا، حاجة غريبة، كنا نقوم ننام، مفيش فقه، لكن المهم عازمين على كده، عالم داخلين في الدنيا بصدرها، فروحنا عملنا العمرة وبعدين في صلاة وصلينا الحمد لله التراويح وكله وريحنا كده، طبعا ما عرفناش نروح الفندق، فضلنا قاعدين حتى بالإحرام، قلنا بعد الفجر بقى نخلص كله نروح بقى الفندق نبقى قايين نغير عشان نكوش على المنطقة. فجاء الراجل في التهجد، انت عارف الراجل في التهجد يجي يسجد يطول، هو بقى سجد هنا واحنا نمنا. كان معايا واحد صديقنا نام، احنا نمنا احنا الاثنين، فضلنا كده والناس فوق والراجل شغال واحنا، وبعدين بصينا لقينا واحد بيخبطنا برجليه كده، يا دوب انتبهنا، ما انتبهنا بقى لقينا مخلص الفاتحه وشغال، ده تبطل الصلاه لكن ايه؟ ما ينقضش الوضوء، تبطل الصلاه. معلش لانك جوه الصلاه، لانك جوه الصلاه والتاني اعضائك، فاعضائك ماسكاك، واخد بالك؟ فيعني في ممكن صور، وبرضه ممكن ساعه التشهد الواحد يقول التشهد وبعدين ايه فين على ما يسلم، فلو طول قوي في التشهد الاوسط وهو ركن قصير وانت نمت تبطلت الصلاة حتى ولو ممكن، لكن لا ينقض وضوءك، خدت بالك الصور دي؟ اما هو الصلاة السنة شروط صحتها هي نفس شروط صلاة الفريضة، يعني ما ينفعش اصلي سنة بوضوء باطل ولا ها؟ بس انا نمت فيه، يعني نمت، انا بتكلم عن النوم مش ما التشهد الاوسط ده اصله ايه؟ ركن قصير، انا بديك مثال لركن قصير، يعني انا قعدت في الركن القصير فنمت لدرجه طولت ازيد من اللازم وانا بصلي لنفسي، وبعدين بعد كده فقت لقيتني بقى لي 10 دقائق قاعد كده، فخلاص بطلت الصلاه لان ده ركن قصير، خدت بالك؟ في ايه؟
احنا بنتكلم عن النوم لانها مدة طويلة، نام مدة طويلة. لكن وانت بتصلي كده غفلت لحظة، ما يضرش، صلاتك صحيحة واستمر فيها. خدت بالك؟ بتحصل ساعات الواحد يبقى سهران وعايز يصلي ويخلص صلاته فيحصل له الحكاية دي، تغفيلة لحظة كده ما يضرش، ما يضرش، دي صلاة صحيحة واستمر فيها وكمل وكمل. ولو نام متمكنا في الصلاة لم يضر، نعم إن كان في ركن قصير وطال بطلت صلاته كما قالها الرملي في مبطلات الصلاة. وفي بعض نسخ المتن زيادة من الأرض، يعني على غير هيئة المتمكن من الأرض، في بعض النسخ هيئة المتمكن بس، والنسخ الثانية قال من الأرض. وإسقاط هذه الزيادة أولى لأن الأرض ليست بقيد كما ذكره الشارح، فلو نام ومكن مقعده على ظهر دابة أو على فرش أو نحو تبن فلا نقد، فمثل الأرض غيرها فلا مفهوم لها. يعني قال لك مش مهم يقيدها بالأرض، لأن المهم ولو قاعد على كرسي بمقعده متعلق بالمتمكن وليس من المتن. وقد يتبادر من الشارح أنه من المتن على ما في بعض النسخ، والأرض ليست بقيد غرضه بذلك الاعتراض على النسخة التي فيها الزيادة، ويجاب بأن ذكرها في بعض النسخ للغالب، وخرج بالمتمكن إلى آخره. هذا داخل في منطوق المتن لأنه من صور غير هيئة المتمكن. قال إيه؟ وفي بعض نسخ المتن زيادة من الأرض بمقعده، والأرض ليست بقيد، وخرج بالمتمكن ما لو نام قاعدا غير متمكن أو نام قائما أو على قفاء ولو متمكنا. يعني لو نام على قفاه كده وممكن مقعده من الأرض برضو ينطبق، خدت بالك؟ أو نام قائم في لوكندة اسمها لوكندة الحبل، يعني يقول له ايه، يقول له تدفع جنيه واحد هتنام هنا وانت واقف، 2 جنيه تنام هنا وانت قاعد، 10 جنيه تخش جوه تنام وانت على السرير بس من غير غطا، كل المهم اللي داخل حينام حينام. فيقفوا كده يعملوا حبل كده ويمسكوا كلهم في الحبل ويناموا كده هم واقفين، انتقل وضوءهم ويجوا يصحوهم ازاي، يقطعوا الحبل يروحوا عينه. يبقى ما لو نام قاعدا غير متمكن أي لكونه مائلا على أحد شقيه، يعني ما نايم على جنب كده واخد بالك، أو قاعد زي ما قلت لك على إليا وسايب إليا تانية في الهواء، كل الحاجات دي ينقض الوضوء فيه. وقوله أو نائم أو نام قائما أو على قفاء، لو قال أو نام غير قاعد لكان أولى وأعم وريح. ولو متمكنا غاية في كل من القائم ومن نام على قفاء، يعني قائم وألصق نفسه في الجدار يقول لك عشان أبقى ممكن مقعد عشان أصلي الفجر برضو طالما نام، أو مثلا قاعد نام كده على قفاء مستلقي وبعدين إيه حشر قطن وبتاع تحت مقعده برضه انتقد، كل ده ينقض الوضوء، خدت بالك؟ حتى لو استلقى، طالما استلقى، لأن العبرة هنا بالتمكين تقل جسمه، تقل جسمه نفسه هو اللي بيمنع إيه خروج أي شيء من ال... بقيد، يعني لو كان قاعد على كرسي على دابة ممكن مقعده تمشي، فهي بقيد مش لازم. لا ينقض، لازم على القاعد المتمكن. القاعد، أيوه. وقد تفيد عبارة الشيخ الخطيب، الشيخ الخطيب الشربيني ليه شرح على الغاية والتقريب نسميه الإقناع، فقال إيه في العبارة هنا، بيقول وهي ولا تمكين لمن نام على قفا ملصقا مقعده بمقره، فقد اقتصر على من نام على قفا فيقتضي اختصاص الغاية هنا به فتأمل. يعني بيقول لك الواقف ده برضو عايزين نناقشها شوي، عايز يقول كده يعني النايم واقف ده ما هو واقف كده برضو شادد عضلاته، ده ما استرخاش، ده واقف، فهتجيبه زي اللي نايم على قفاه، فكأنه بيقول الواقف ده بقى قابل للمناقشة، قابل للمناقشة شوية،
انما النام على قفاه ده انا معاك، فهمت؟ عشان كده الخطيب الشربيني ما جابش اللي واقف، جاب اللي نام على قفاه علشان يقول لك حاجه صوره بالاتفاق، وساب لك الصوره الثانيه اللي هي بتاعت لقنده الحبل دي، واخد بالك؟ علشان ايه؟ قبل للمناقشه. والثالث زوال العقل. ما هو زوال العقل نوع برضه من النوم، ما هو النوم بيزول العقل بس بعافيه. هنا بقى زوال العقل بمرض او بمسكر، ده برضه ينقض الوضوء سواء كان زال العقل بمسكر او بمرض. والثالث اي من نواقض الوضوء زوال العقل، اي ولو متمكن، يعني واحد زال عقله بمخدر او بمفتر او باي دواء او بجنون او بسكر ونام ممكن مقعدته، برضه ينتقد الوضوء. فزوال العقل اعم اقوى من النوم، واضح؟ والفرق بين زوال العقل وبين النوم ان النوم اذا نبه ينتبه، وزائل العقل اذا نبه لا ينتبه، واضح؟ فده فرق كبير. عشان كده يبقى الحكم في زائل العقل اشد، فلو نام حتى ممكن نقول له برضه انتقد. لأن التمكين مرفوض هنا بخلاف النوم. مرفوض يعني إيه؟ يعني مش قيد، يعني زوال العقل مطلقا ينقض، واخد بالك ازاي؟ فليس قيدا هنا، لأنه قلت لك إن زوال العقل إذا نبه لا ينتبه، فما يقص على النوم الذي إذا نبه ينتبه. والعقل لغة المنع، يقول لك عقال الدابة، مش كده برضه؟ فالعقل هو المنع. ليه سموا العقل باسم العقل؟ لانه بيمنعك عن فعل ما لا يليق. اول ما يزول العقل الانسان يعمل حاجات التي لا تليق كلها قدام الناس كلها، ما يهموش بقى. ليه؟ لانه زال عقله. يعني كان واحد زميلنا طبيب راح يكشف على راجل من الاغنياء، راجل كبير يعني، عنده سجاده شيرازي ثمنها ما يقلش عن 10,000 جنيه، وراجل كبير رايح بقى بيكشف عليه. الراجل داخل بتاع دا ولابس ملبسين ولاده جلابيه كده، راح رافع وراح متبول على السجاده، لانه مش مميز. سجاده يعني ايه؟ انت تخاف تدوس عليها اصلا، حاجه تحفه، لانه لما زال عقله ما بقاش بقى مميز، خدت بالك؟ يعمل اي حاجه. فالعقل مانع يمنعك انك تعمل الذي لا يليق، تاذي نفسك او تاذي غيرك او تعمل فعل لا يليق، ده سموه العقل من العقال، لانه يمنع، خدت بالك؟ وشرعا يطلق بمعنى التمييز، ويعرف او يعرف بانه صفة العقل. نقول ده البني ادم العاقل ازاي؟ يميز بها بين الحسن والقبيح. يبقى طالما وصل للتمييز بين الحسن والقبيح كده ما يصح، او كده يصح، يبقى ده عاقل، عنده نوع من العقل تمييز، خدت بالك؟ وعلى الغريزي، اللي هو العقل الغريزي الفطري يعني، الفطري. ويعرف بأنه صفة غريزية يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. وهي صفة برضه يعرف الإنسان إيه اللي يضره وإيه اللي ما يضروش، يعني عارف إن النار تلسع، ما يحطش إيده في النار. عارف إن السكينة تعور، يقوم ما يعملهاش كده على كفه. خدت بالك؟ دي أمور غريزية طبيعية الإنسان يعرفها كده لوحده، مش محتاج يروح مدرسة. ده اسمها الضروريات. عارف ان كوبايه وكوبايه يبقوا كوبايتين، يبقوا حاجتين، خدت بالك؟ دي حاجه ضروريه مش محتاجه مدرسه دي، ولا محتاج يقول لك اصل انا ما عارف ان الشمس طالعه وان الليل ما فيهوش شمس باينه، دي حاجات بديهيه عارفها كل الناس. عند سلامه الالات التي هي الحواس الخمس، وهو قسمان، وهبي وكسبي. الوهبي اللي هو عليه مناط التكليف، والكسبي انك انت بقى تتعلم، لانك انت عاقل فتتعلم فيزيد عقلك بالعلم، يبقى في جزء منه كسبي، بس لابد ان يبقى عندك ذكاء. ما هو الامام الشافعي يعني قال كده ان الانسان علشان يطلب العلم وبتاع لابد لطالب العلم من ذكاء وحرص وبلغه واجتهاد وصحبه استاذ وطول ايه زمان، مش كده برضو؟ يعني يبقى لازم في الاول يبقى عنده ذكاء
الذكاء ده اللي هو العقل. وبعدين بعد كده الحاجات دي كلها بقى بيقوم يزيد عليها العلم. فالوهبي ما عليه مناط التكليف، يبقى اللي ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب وغير متعلم مكلف برضه، لأنه عارف الغلط من الصح، عارف اللي يضره من اللي ينفعه، يبقى برضه مكلف، يبقى الإنسان الأمي مكلف. خدت بالك؟ لأنه عنده العقل الغريزي الفطري اللي يعرف اللي ينفعه من اللي يضره واللي يليق من الذي لا يليق. والكسب ما يكتسبه الإنسان من تجارب الدهر، وإنما سمي عقلا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش، ولهذا يقال لا عقل لمرتكب الفواحش. والناس متفاوتون فيه، فمنهم من معه منه وزن حبة أو حبتين، ومنهم من معه منه وزن درهم أو درهمين، وهكذا. يعني كل واحد بقى عقله، في ناس عقلهم على قده، ناس عقله كبير، ناس يقولك ده عقله كبير، وفي بين البنين، في كل الأنواع بقى. واختلف العلماء في مقره، مقر العقل ده هل هو القلب ولا الدماغ؟ اختلف العلماء، فقيل القلب وقيل الرأس اللي هي الدماغ، والأصح أن لا أنه في القلب ولو شعاع في الدماغ، لأن ربنا قال إيه؟ متصل بالدماغ، لأن ربنا قال إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فدل أن القلوب محل التبصر، ولكن لابد أن يكون له علاقة بالدماغ برضو. واضح؟ يبقى العقل ده لحد دلوقتي احنا مش عارفين محله بالتحديد من حيث التشريح، العقل الغريزي الفطري مش عارفين محله لكن لابد من سلامة الدماغ لسلامة العقل، اللي احنا بنقول يمكن يبقى في القلب، لابد من سلامة الدماغ مع سلامته، بدليل اللي بيجيله ساعات جلطة في دماغه، واخد بالك، والقلب سليم، يختل عنده ايه الاحساس بالزمن والمكان والناس، وساعات يعرفش ولاده، ساعات ما يعرفش هو النهارده ايه، ويبقى في المستشفى وفاكر نفسه في البيت، ويحصل عنده الايه الاختلاط ده. والجلطة جت فين؟ في الدماغ مش في القلب. واحيانا تأتي الجلطة في القلب والعيان يبقى مدرك كل اللي حواليه بس قلبه وجعه، مش كده برضه؟ فيبقى الحكاية لحد دلوقتي غامضة، يعني حتى محل العقل في الانسان وهو مناط التكليف مش عارفه، ويقول لك احنا علماء وصلنا القمر وهو ما وصلش لنفسه، حاجة غريبة يعني. عشان كده الانسان ده جاهل في علمه، فكيف لا يكون جهولا في جهله؟ طب وفين محل الروح من ده كله؟ حاجة غريبة يعني. يعني فيك اشياء انت لا تدركها، وفي الاخر يقول لك ما فيش ربنا، اصل مش شايفه. ده انت مش شايف نفسك، ده انت مش شايف نفسك، ده انت متعرفش روحك فين، ولا حتى عقلك اللي انت بتعقل بيه مش عارف مكانه فيه. حاجة غريبة. فالعلماء عشان كده اختلفوا، ناس نظروا للآية، واخد بالك ازاي، انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فقالوا يبقى في الصدر، شرحوا الصدر، يدوروا لو قلب بيدخ كده الله، لكن ربك اعلم، لان العقل معاني، والمعاني ليست لها صفة تشريحية ترى. فهمت ازاي؟ معاني. انت رحيم، طب اقعد اشرحك كده عشان اطلع الرحمه اللي فيك كده اللي بخليك رحيم، الاقيها فيك؟ مش هلاقي فيك حاجه، هلاقيك زي ما انت. والتاني غضوب وده حليم، ونشرح ده نلاقي ده زي ده، طب فين مكان الحلم فيه؟ فين مكان الغضب هنا؟ فين مكان مثلا الحرص هنا؟ فين حاجات غريبه لا يعلمها الا ربك سبحانه وتعالى. ها؟ ايوه، حاجه شغلانه. وكل ما يلاقوا لك حته في المخ مش معروفة يقول لك أصل دي محل البيهيفير، يعني السلوك، وبعدين في الآخر تيجي فيها جلطات وتفشل الحتة دي، وبعدين يتضح إن الإنسان سلوكه ما اتغيرش، يبقى مش محل السلوك. حاجات غريبة ربنا يعني، برضو كل بيخزيهم كل شوية. كان زمان يقول لك الليمبك سيستم، حتة في المخ اسمها الليمبك سيستم، كانش معروف فيها وظيفة، قال لك دي محل السلوك، جت جلطات فيها وعيانين سلوكهم زي ما هم، الله، يبقى مش محل السلوك. أهو طريقين. فلا تقف ما ليس لك به علم. وعاملين علماء، وعلماء ايه؟ ده انت جاهل في علمك، فكيف لا تكون جهولا في جهلك؟ ده دي الحقيقه. وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فقيل القلب وقيل الراس، والاصح انه في القلب وله شعاع متصل بالدماغ. الفقهاء ريحوا نفسهم. قال لك القلب عشان الايه، ولما لاحظوا ان الدماغ ضروريه في بعض الاحوال والصور،
قال لك يبقى لابد في اتصال ما احنا لا ندركه بين القلب والدماغ عشان يبقى في موجود العقل الكامل اللي هو مناط التكليف. يبقى لازم يكون الاتصال بين القلب والعقل سليم عشان يبقى مناط التكليف سليم. طب محله فين بالظبط؟ قالوا القلب، لكن له اتصال بالدماغ عشان يريح نفسه مراعاة لإيه؟ للقرآن، لأن القرآن هو ربك اللي خلقك هو اللي بيقول لك كده. لهم قلوب لا يفقهون به، مش كده برضه؟ يفقهون يعني يفهموا الله، يعني القلب ده محل الفهم. لهم قلوب لا يفقهون به. حتى انت يا اخي لما تلاقي واحد قاسي كده تقول له انت قلبك ميت، ده حتى باللغة العامية العادية برضو القلب شغال. ولما تيجي تشعر بالشفقة على حاجة تلاقي قلبك هو اللي يرفرف، ولما تشتاق لشيء قلبك هو اللي يدق، يعني قلبك هو اللي فيه المعاني دي كلها شغالة. ولما الواحد يبقى قاعد متضايق يقول انا قلبي مقبوض، واحد تاني يقول انا صدري منشرح، الله ده كل الكلام على الصدر، ده محدش قال الدماغ ابدا. لكن اللي قاعدين يتكلموا على الدماغ مين؟ العيال اللي قاعدين في الايه بيشربوا الجوزه، يقول لك عايز اظبط دماغي واعدل دماغي، وقاعد كل طول النهار يضبط بدماغه وهي مش عايزه تتظبط ابدا، ياخد كل حاجه انها تتظبط، هي معوجه اصلا كده، حاجه غريبه. فاللي بيتكلم على الدماغ دول الحشاشين اللي قاعدين. انما تملي الناس العاديه المعتاده يقول لك انا صدري منشرح، انا صدري منقبض، انا مش مستريح للموضوع ده، انا يعني مشتاق، وانا لما بحس اشوف يتيم قلبي ده يبقى بيتقطع، الله ده كل الكلام على القلب. فهمت ازاي؟ فالقلب ده شغلانه كبيره لا يعلمه الا الله. ولاحظوا ان في مرضى كتير بيتعمل لهم عمليات قلب مفتوح يجي لهم اكتئاب شديد بعدها، ويتغير سلوكهم بعد العمليه، ودي ملحوظه من عيوب عمليات القلب المفتوح، ودي مشكله طبيه حاليا، لدرجه ان هم بيفكروا الوقت يعملوا عمليات القلب بالمنظار علشان ما يفتحش ولا يقعد يلعب في القلب بمشرط ولا يحول الدم عنه، لان لقوا ان هذا كله لما بيتم بيحصل تغير في السلوك بعد العمليه. واخد بالك؟ يبقى حاجه غريبه، مع ان لما فتحوا القلب ما شافوش مركز سلوك ولا حاجه. واخد بالك؟ يبقى الحكايه دي اسرار، لكن ملحوظه ان عمليات القلب المفتوح لما تروح كده معهد القلب وتسال المرضى اخبارهم ايه؟ يقول لك نسبه 20% جاي لهم اكتئاب، ونسبه ثانيه حوالي 10% بتغير سلوكه، ونسبه ثانيه مش عارف يشعر ان هو حاجات كان بيحبها بقى بيكرهها، وحاجات بيكرهها بقى بيحبها، بيتغير. يبقى بيحصل نوع من التغير. ولما بينقلوا برضه قلب ثاني ساعات يحصل تغيرات كثيره في السلوك. واخد بالك ازاي؟ وفي بعض الناس بيجي لهم قبضه شديده ويقعد يتعالج من الاكتئاب لانه حاسس انه مش هو، يقول لك انا حاسس ان انا مش انا. فهمت ازاي؟ اتغيرت. كل دي دليل ان الانسان ده جسمه ده اسرار عجيبه لا يعلمها الا رب العالمين. فالمهم هنقف بس عند ايه؟ وقيل الراس والاصح انه في القلب ولو شعاع متصل بالدماغ، ولذلك قال بعضهم هو شجره في القلب اغصانها في الراس. وسياتي في الجنايات انه لا قصاص فيه للاختلاف في محله. وهل هو افضل من العلم او العلم افضل منه؟ اصل العقل ده وعاء للعلم، مش كده برضه؟ العقل وعاء للعلم. طيب لكن لابد للوعاء من وجوده عشان يبقى فيه علم، طب ايهما افضل؟ العلم ولا العقل؟ ما ضروري تاني للعلم، لدرجة انه يعني لا يفترقان. واخد بالك؟ يعني قصدي لا يعني يجتمعان وقد يفترقان، يجتمعان وقد يفترقان، يعني العقل والعلم يجتمعان ولكن قد يفترقان. فاختلفوا العلماء، قعدوا يفكروا، فقال ابن حجر ان ايه؟ إن العلم بالأول لأنه منبع وأسه. ده ابن حجر الهيتامي قال العقل أفضل لأنه منبع العلم وأساسه، والعلم يجري منه مجرى النور من الشمس والرؤية من العين. وقال الرملي، قال له لا ده العلم أفضل، الإمام الرملي، وهو المعتمد لاستلزامه له، ولأن الله يوصف بالعلم لا بالعقل. ولذلك قال بعض الأكابر حاكيا لذلك على لسان حالهما، قالوا شعر بقى إن العقل والعلم قعدوا يتناقشوا، العقل يقول أنا أفضل، العلم يقول له لا أنا أحسن،
فالعقل يقول له انا افضل عشان كذا وكذا، العلم يقول له لا انا افضل عشان كذا وكذا، فكتب لك الكلام ده شعرا. فقال لك ايه؟ علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد احرز الشرف؟ فالعلم قال انا الذي احرزت غايته، والعقل قال انا الرحمن بي عرف. مش الناس يقول لك ربنا عرفوه بالعقل، فالعقل بقى بيتقالط على العلم بيقول له انا الرحمن بي عرف، ده انا الولاية، ما كانش حد عرف ربه. فالعلم قال انا الذي احرزت غايته يعني اعلى الشرف، والعقل قال انا الرحمن بي عرف. فافصح العلم افصاحا وقال له باين الله في فرقانه اتصف. ربنا قلنا عليه عاقل ولا عالم؟ عليم. كبسه. فبان للعقل ان العلم سيده، فقبل العقل راس العلم وانصرف. وهذا الخلاف مما لا طائل تحته، ده بس مجرد مناقشه كده وخلاص، مش هينبني عليها يعني اعمال كثيره. ونقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله بعد رمضان. فالعلم قال انا احرزت غايته، اصل لو قلت الذي هيسقط الوزن، لكن المعنى هو هو بس. ايه بيقول؟ هل دائم الحدث ممنوع من صلاة الجماعة في كل المذاهب؟ لا، مش ممنوع من صلاة الجماعة، لو كان حدثه ملوث يلوث المسجد يبقى ده ما يجيش المسجد عشان ما يلوث المسجد، خلاص يبقى يمنع من صلاة الجماعة في المسجد. لكن لو أن يصلي جماعة في بيته مع من شاء من أهله، واضح؟ فيبقى ما يمنعش من الجماعة فقط مطلقا، بل يمنع من صلاة الجماعة في المسجد إن كان حدثه ملوثا حتى لا يلوث المسجد فقط. والله أعلم. إن شاء الله هيبقى السبت 20 نوفمبر إن شاء الله أول لقاء لينا، وكل عام وأنتم بخير، وربنا يبلغنا رمضان ويعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ويجعله رمضان خير علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية، ويجعله سبب للغفران والقبول والعتق من النيران والفتوح والعلم النافع وكل ما يزيد الأمة خير وصلاح وقرب من ربها ورسولها صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وأفنى عن ذكر الغافلين.